Mehdi Qoutbi, président de la Fondation nationale des musées. Vous avez pu constater que c'est une journée pleine d'émotions, car c'est évoqué un esprit éclairé, celui de Saad Rahman Yousfi, qui a, avant la fin de sa vie, il avait décidé que ses biens soient donnés et bénéficier de tous les Marocains, ce qu'il avait, ce qu'il a accumulé, pour que la culture puisse toujours être au plus haut de... au plus haut, la culture de... Parce qu'il a toujours témoigné à la Fondation Nationale des Musées, par sa présence dans nos musées, il a témoigné de son intérêt, de ses encouragements. Et je peux vous assurer qu'il avait beaucoup d'admiration pour Sa Majesté le Roi et pour ce que Sa Majesté a donné la place qu'elle doit revenir à la culture aujourd'hui dans la société marocaine, par la multiplication des musées, par l'ouverture des musées. Et c'est ça qui est important. Oustad Jam Abeida, Moudir Archive du Maghreb, Mouassessa Archive du Maghreb, Taïch Hadi Ayam, Dikra Sanoui Al-Ashira Mil Hayatiha, Fakat Assassa Telfein Wahdash. وإلى يومنا هذا قد استقبلت عددا كبيرا من الأرشيفات الخاصة، لا أتحدث عن الأرشيفات العمومية فنظامها خاص. الأرشيفات الخاصة التي تتوزع بين الأرشيفات التاريخية، الأرشيفات الأكاديمية، الأرشيفات المعمارية، الأرشيفات السياسية، وهلما جرى. ولكن حتى يعني تكتلت في المؤسسة حوالي 50 مجموعة أرشيفية، ولكن اليوم يوم خاص، يوم مشهود، يوم فيه واحد النبرة خاصة، ذلك أن الأرشيفات التي تم توقيع في شأن هبتها لمؤسسة أرشيف المغرب هي أرشيفات لرجل حصل حوله الإجماع المغربي من اليمين واليسار والوسط، رجل عاش كل حياته للوطن، نظن توفي وعمره يناهز حوالي 96 سنة إن لم تخني الذاكرة. فهذا الرجل وهب حياته لهذا الوطن، سواء عندما كان يناضل ضد الاستعمار الفرنسي، سواء أثناء عمله الحقوقي أثناء ممارسة مهنته كمحامي، أو حتى عندما توقع في المعارضة، وعندما أصبح وزيرا أولا في حكومة التناوب. وبالتالي فهذا المسار الغني جدا والاستثنائي في نفس الوقت يعكس لا يمكن الاطلاع عليه بالنسبة للأجيال الحالية والأجيال اللاحقة إلا بالأرشيف. وهذا الأرشيف اليوم نحتضنه في مؤسسة أرشيف المغرب بكل فرح وسعادة، ذلك لقيمته أولا، ولكن ثانيا أيضا لأنه قد يعطي الكثير لشخصيات أخرى قد تود اقتفاء آثاره. أعرف أن هنالك شخصيات أخرى اليوم ستراجع نفسها لترى ما إذا كان ممكنا أيضا أن تقوم بالعمل نفسه. فرأيت في القاعة بل وسمعت أن البعض قد يحدو حدوى المرحوم عبد الرحمن يوسفي عما قريب. بطبيعة الحال حفل توقيع اليوم بالفضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان لعقد الهبة بين المؤسسة الوطنية للمتاحف والمؤسسة الوطنية
ديال الأرشيف ديال المغرب هي لحظة مهمة جدا من حيث أن شخصية بارزة بالمملكة المغربية قدمت ما لديها من معطيات ومن أرشيف إلى مؤسسة وما لها من إمكانيات لا مادية إلى مؤسسة المتاحف. طبعا الحل هذا الفضاء هو فقط فضاء يرمز إلى مسار المرحوم عبد الرحمن اليوسفي، مسار مرتبط بنضاله بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وهذه الرمزية هي ما جعلتنا نوقعه في هذا الفضاء وليس فضاء آخر. هذه لحظة تاريخية بالنسبة للسي عبد الرحمن اليوسفي وبالنسبة لمراته، وأيضا لحظة تاريخية بالنسبة للشعب المغربي، لأن ذاك العطاء اللي أعطى السي عبد الرحمن هو في حياته يعني كيستمر هو في قبره، كانت هي هذه الرغبة ديالو، بحيث كانت عدة تأويلات وعدة سميتو كيفاش أنه كان اللي كان كيتحدث على لا فونداسيون مؤسسة عبد الرحمن اليوسفي، وكان فتحني فيها هذه ب 2017 على بغيت ندير سميتو هو هذه القضية ديال الفونداسيون ديال عبد الرحمن اليوسفي ما كانش متحمس ليها، تيقول انه كاين بزاف ديال المؤسسات، كاين ديال عدل الفاسي، كاين ديال عبد الرحيم بوعبيد، كاين حسن الوزاني، كاين يعني كان عطا ما بغاش هذا الاسلوب هذا، يدو فكر في واحد الطريقه اخرى اللي هي ممكن تكون جدا فعالة، فكر في هذه القضيه ديال مؤسسات المتاحف والارشيف المغربي. فجمعنا مرة في الدار ديالو أنا والسي قطبي ومراتو جلسنا تماك تداولنا شنو هي أنه كيفاش غادي تكون هاد الطريقة. في الأخر قرروا أنه الحساب ديالو اللي ما كانش كياخذو لما كان وزير الأول كان خلاه هو، ولا ملي كان أيضا التقاعد ديالو خلاه أنه يستافد من هاد المؤسسة، الحساب ديالو اللي مفتوح بسميتو الشخصي اللي ما كيخلصوش، والحساب اللي مفتوح بسميتو وبسميت مراتو، والحساب الثالث اللي مفتوح باسم مراته، هادو كلهم بالاضافه لجوج السيارات غادي تبقى للمتاحف. مراته على نهجو ايضا عندها جوج ديور في كان، غادي تبيع واحد الدار وغادي تخلي الفلوس ديالها واحد الحساب ديالها اللي فيها بعدا سميتو باش تبقى ايضا متاحف. وهذيك الدار اللي كان ساكن فيها هو ومراته غادي تبقى مؤسسات المتاحف تستعملها من اجل تكوين يعني الشباب الشعراء الفنانين الى اخره، وممكن التفكير في واحد جائزه سنويه ديال مسؤول مدام يوسفي يا امنيتك. كل اللوحات والاوسمه اللي موجوده عند السي عبد الرحمن كلها غادي تمشي للمتاحف، كل ما كيتعلق بالوثائق المكتوبه ولا المسموعه غادي تمشي للارشيف المغربي. الكتب غادي نشوفوا ايضا حتى هي تمشي لشي مكتبه، مازال ما قررناش شكون اللي غادي تمشي فيها حسب كيخلاها اما طنجة اما الدار البيضاء، نشوفوا ديك الساعه دوك الكتب حتى هي اللي خلا غادي تمشي. كاين ايضا وثائق وكتب اخرى في كان اللي حتى هي غادي تكون نفس المصير اللي عندها هادي. هذا ملخص. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.